سيدة المسرح العربي اللي تربينا على فنها وعطائها وإمكانياتها العظيمة. مدرسة السيدة سميحة اليوم دي مدرسة، سعيد إن الدورة اسمها وإن شاء الله نشوفها بخير. ألف مبروك على التكريم حضرتك من ضمن المكرمين، يعني التكريم ده بالنسبة للفنان هو الحياة. بالنسبة للفنان طبعا حاجة جميلة أي تكريم، بس لما يبقى تكريم عن المسرح وانا ابن من ابناء المسرح ده له طعم خاص. انا شايف ان في جديد وفي اقبال كبير وفي تنسيق وفي احتفاليه وربنا يوفقه. بقول له لابد من الاهتمام بالمسرح، مسرح الدولة في مشكلة في مسرح الدولة، وأنا كنت اتكلمت فيها قبل كده إن العروض المسرحية ما بتتصورش، فالفنان في المسرح الدولة بيعمل مجهود 3 أشهر عشان يعرض شهر والمسرحية تخلص. في أعمال جيدة جدا لازم تتصور وتتعرض في التلفزيون عشان الناس تشوف مجهود الطاقات دي اللي عملت هذه الأعمال. فيه وفيه يعني، انما انا من انصار ان العمل يبقى واحده واحده، يعني يبقى فكر واحد وهدف واحد. برضه مهما كان لما فيها ورشه فيها 3 4 ده هيبقى له راي وده هيبقى له راي. كان في انتقادات كتير قوي توجهت للدوره الفتره الحاليه بخصوص تاجيل حفل الافتتاح، حضرتك شايف دلوقتي الدوره والنجاح والظهور العظيم؟ لا اكيد في ظروف، بس ما شاء الله لو اي حاجه هتتاجل وتبقى اجمل ماشي. قلت هنا ولا ما قلتش؟ محمد مهرجان العالمين، محمد عامل مجهود كبير جدا وانا واثق ان قبله معوقات كتير انما هو عداها، فبتمنى له دايما التوفيق. مهرجان العالمين يحتضن عروض مسرحيه كثيره، وده يعتبر انطلاقه قويه جدا لان في عروض مسرحيه بتخرج للعالم، لان في اجانب وفي ناس كثيره بتحضر. شايف حضرتك ده ازاي؟ اي عروض فنيه في اي مكان مفيده لمصر. ما ينفعش تكون موجود معانا وما نتكلمش عن ظهورك بالكوفيه الفلسطينيه. دي تضامن الشعب المصري مع اخواتنا في فلسطين وغزه وتضامن الامه العربيه كلها. انا مت من الجزء الاول، انا بيطلعوني كده. حضرتك نجم الافات ونجم الخروج عن النص. عايزين نعرف منك النهارده لو بترشح نجم ان هو يتكرم جنبك يا لا في نجوم كتيره عايزه تتكرم وهيجي دورها ان شاء الله. اكيد الكتابه اللي احنا شايفينه ده ايه اهم سر في حياتك كنت ده؟ اقرا بقى واعرف. لا طب لو عايزين نعرف حاجه عنك انت شخصيا استاذ احمد تقولها للناس عنك. بحب المسرح. شوتر شوتر الجزء الثاني.